غالي علينا جدا جدا، زورناه قبل كده في الحسين وعملنا واحده من اجمل الحلقات اللي اشتغلناها في مساء دي ام سي. هو السيد ادريس الشريف الادريسي، رئيس الرابطه العالميه للاشراف الادارسه، اللي مشرفنا النهارده في استوديو مساء دي ام سي. مشرفنا ومنورنا. شرف الله قدرك وادامك بكل خير يا رب. واعادك لينا بكل خير الحمد وسعاده لله وايام ان شاء الله مقبل عليك بالبركة. يا رب. نسأل الله دعواتك لك يا رب. العطاء والفضل والرضا. من كم يوم كان المصريين بيحتفلوا بعودة رأس الحسين عليه السلام، وإحنا مرتبطين كمصريين بآل البيت بشكل كبير جدا 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 جدا. الحمد لله. طبعا يعني مصر بنقول هي الله سبحانه وتعالى وهب قلوب أهلها المحبة، والمحبة الصافية والصادقة والمحبة الكلية. يعني إحنا ارتباطنا كلنا إن إحنا بنحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحب أهل البيت كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن مودتهم أجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مودة أهل البيت بنعتبرها من أسمى القربات، وفرحنا بهم هو الباب اللي بنتواصل به مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتواصل به مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل باب الفرح هو باب من أبواب الشكر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإحنا شيء يعني متواصل، يعني يتوارثه جيل بعد جيل. يعني مصر اعتزت بقدوم السيدة زينب، واعتزت بقدوم رأس الإمام الحسين، فخرج أهلها بشبابهم وشيوخهم ونسائهم وأطفالهم لاستقبال الرأس الشريف. ومنذ ذلك الوقت وكل أهل مصر بيحتفلوا من جنوبها لشمالها في ميعادين للإمام الحسين. إذ كان الناس تحتفل بمولد الإمام الحسين، فمصر بتحتفل بقدوم رأس الإمام الحسين إليها، وده يوم من الأيام اللي بتتمازج فيه كل ثقافات وأطياف شعب مصر بكل مناحيه. يعني ايه معنى كلمة مدد؟ يعني بنسمع كتير مدد يا أهل البيت، المدد، فكرة المدد، إنه الإنسان يوصل للحظة فيقول مدد. عايزين نفهم ماذا تعني هذه الكلمة، وخاصة في الفكر والاعتقاد الصوفي. كلمة مدد هو مصطلح بيعبر عن حال اتصال يعني مرتبط بصاحب المكان اللي انت فيه، بانك انت بتسأل الله سبحانه وتعالى بكلمة، يعني كما نقول هي إشارة. إشارة بتسأل الله سبحانه وتعالى المدد، لأن المدد كله والعطاء كله الله معطٍ وأنا القاسم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بتسأل الله سبحانه وتعالى العطاء بحق من أنت في رحابه، بحق من أنت يعني مجتلسة بين يديه، سواء كان من أهل البيت الأحياء أو من أهل البيت المنتقلين، وأنت بتعتبري أن اللي هم في رحاباتهم وفي مقاماتهم هم يعني خاصة، يعني لما مما لا شك فيه مثلا الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، والجنة كلها شباب. فإحنا لما نجي نتكلم عن سيدنا الحسين مش محتاج تدليل ولا ترميز أن المكان اللي فيه رأس الإمام الحسين أو المكان اللي فيه الإمام الحسين أو الإمام الحسن أو أي من السيدة فاطمة الزهراء أو سيدنا الإمام علي أو أي من صحابة رسول الله هو روضة من رياض الجنة.
ما حضرتك بتتكلم يحتاج على رمزية المكان، يعني نعم احنا الدعاء في بعض الأماكن هو مش مرتبط، أنا بوسط الشخص بيني وبين ربنا لأنه ده المكان، المفروض، أنا بس المكان من كتر ما هو فيه بركة نعم فربما يكون الدعاء مستجاب مش في ربما، هو البقعة دي. أكيد. زي ما احنا بنقول سيدنا زكريا لما دخل على السيدة مريم المحراب فوجد عندها رزق، فعلم أن مريم شخصة مباركة وأن الرزق الموجود في حالها هو كرامة ومعجزة، لأن فاكهة شتاء موجودة في الصيف، فهي غير، والفاكهة غير مألوفة في الميقات ده في بيت المقدس. فهنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه بما لا يمكن أن يقبله العقل ولا يمكن أن يتحقق إلا بمعجزة، فهو انتهز حالة من حالات زمان الوقت اللي نزلت فيه الكرامة من السماء، وانتهز المحراب وهو مكان مبارك، وانتهز وجود السيدة مريم وهي شخصة مباركة، فدعا ربه فاستجاب له الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول من هنا إحنا بناخذ رمزية إنه المكان له يعني بركة، والزمان له بركة، والأشخاص لها بركة. فنقول بركة الزمان، ألا أن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، في الأيام بركة، وفي المكان نفسه بركة، بركة، وفي الأشخاص يعني أسمى الأشخاص اللي نزلت فيهم البركة محددة، أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم، أهل البيت إنه حميد مجيد، فأهل البيت عليهم بركة ورحمة من الله حيثما حلوا وحيثما نزلوا، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرامات بقى، يعني يقول لك هذا الشخص صاحب كرامات، روح لفلان يدعي لك ده عنده كرامات، روح لفلان اسأله على بعض الحاجات في حياتك نعم. لأنه عنده كرامات، يعني إيه كرامات؟ اسألوا الله بألسن يستجاب لها. احنا عندنا قاعدة شرعية، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، من هذا الباب ان احنا أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني ايه؟ يعني تحرى الحلال في مأكلك أطب وفي يعني جاية من مشرب، طيب. أيوة، فتكن مستجاب الدعوة. فمن هنا احنا بنبحث عن أشخاص تحروا في حياتهم رضاء الله في كل شيء، فلما نروح ونقصدهم فبنقول إنهم هم من في باب من أبواب القرب من الله وباب من أبواب الخشية من الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يقبل بطيب ما لهم طيب سؤالهم، فربنا يتقبل منهم. فطبعا في عباد لله سبحانه وتعالى يعني إذا سألوا الله سبحانه وتعالى قضى الله حوائجهم قبل أن ترفع حواجبهم، زي ما يقولوا بالرمز، إن الله سبحانه وتعالى كما بين القرآن لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. في عباد من الله سبحانه وتعالى لهم عند الله كرامة ولهم عند الله فضل ولهم عند الله رضا. ده بيبقى بس من طيب الرزق، يعني ان هو بيبقى رزقه طيب، يعني رزقه في الحلال، ولا بيبقى فيه شروط تانية عشان الانسان يبقى نوراني؟ طيب القلب اول حاجة، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اول حاجة القلب، وان يكون هو صافي النفس مع الله، فالصافي النفس مع الله والعابد لله سبحانه وتعالى يتمنى الخلق الخير لجميع خلق الله، يعني ليس في قلبه غلا لأحد ولا حسدا لأحد ولا كراهية لأحد، ولا ينظر غير الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فبيكون عبد، العبد الطبيعي، العبد اللي احنا بنقول عليه هو عبد لله سبحانه وتعالى، من عرف الله فما ارتجى من سواه شيء. ويكون العبد الطبيعي الذي عرف ربه سبحانه وتعالى لا يحمل على أي من خلق الله شيء، لأنه يعلم أن مقسمات أرزاق الخلق ومقسمات معطيات الخلق
هي من عند الله، وأن في إنكاره على أي شخص أو أي كائن إن كان أي من معطيات الله هو إنكار على الله، فيغشى الله سبحانه وتعالى أن يعترض أو ينكر على عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أي شيء، لأنه يعني يعتقد في ذلك أنه يعني يحجب بينه وبين ربه، ويكون باب من باب الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. فالعبد الرباني يعني الذي لا يعرف في الكون غير الله، ولا يعشق في الكون غير الله، ولا يرتجي في الكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والذي يتوجه إلى الله بكليته فلا ينظر لأي ما يكون. فلذلك لما يسأل الله سبحانه وتعالى هو عبد لله، فربنا يكون عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. نعم. العبد الرباني. نعم. قبل ما نكمل في قصة الصوفية، برضو في جانب كده خاص بحضرتك، هو فكرة المصالحات، يعني هذه السماحة اللي شخصيتك حضرتك بتتمتع بيها، هذه السماحة، هذا الهدوء، لكن انت بتقعد كتير في مخاصمات وصراعات ما بين أفراد، يعني بيبقوا ساعات بيبقى في بينهم طار ودم. ازاي حضرتك بتقدر تتخلص من هذا الشر والدم والنزاع، ويوصل الموضوع بيسلم على بعض ومصافحة ومصالحة؟ يعني أنا ما أرى فيها غير حاجة واحدة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. فأنا بقول إن هو الحب، يمكن القاعدة الوحيدة اللي بيستند إليها هي محبة الناس، مش لأشخاص ولكن محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ومحبة الناس لأهل البيت تخليهم في إطار تواصل، وفي محبة تواصل إنهم هم يستشعروا من يعني يجدوا في أنفسهم إنه هو بالطبيعي، أنت من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، يعني هو لما يستشعر صاحب المسألة إنك أنت يعني أصلا ما قدمش ليه، ما فيش بينك ما بينه أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، وإنك أنت ما جايش تسأل عليه إنه يخرج من هذه الأزمة إلا مرضى لله سبحانه وتعالى، ولما بتنصحه وبترشده بترشده على باب الله. فإحنا بطبيعة فطرتنا هقول لك أهل مصر، ويمكن بقول لك يعني شوف، يمكن الناس تقول الصعيد أشد الناس وكده، لكن في الصقر، لكن هم من يعني أقرب الناس خشية لله سبحانه وتعالى، من تيجي تكلمين من باب ربنا ومن باب القبول ومن باب انك انت وقعت في اسم كبير وما فيش مبرأ منه ولا مخرج منه غير انك انت تستغفر لذنبك، وانك انت تستعفي صاحب الدم، انت النهارده في الدنيا وبكره في لقاء الله، والواحد ايه حياخد من هذه الدنيا إذا خرج وهو غاضب ربه؟ ماذا لو كسبت العالم كله وأغضبت ربك فقد خسرت نفسك؟ والكلام ده بيلقى صدى عند الخاصمين طبعا. طب وقصة الصقر لما يقولك لا أنا ليا دم، أنا ليا أنا ليا دم حق، أنا ليا حق، لما تيجي تتكلم الآن الحمد لله مع كثرة العلم وكثرة يعني العلماء اللي بتتكلم، أصبح في جيل يعني متفهم، ولكن تحكم العادات والتقاليد، فبيرى انه لابد ان ياخذ يعني عشان يقدر يعيش ويتعايش لابد من انه يكون لي حق مستوفى من الدم. فانت لما بتيجي بتجالسي العائلتين وتكلميهم، وانك انت بتروحي لصاحب الحق وتقولي له الحق الآن إن الأسرة الثانية تدفع دية مثلا، لا عندنا في الصعيد لا تقبل الدية، لكن يقبل لأنه هو ما بيسأرش عشان فلوس، هو بيسأر عشان كرامة، عشان كرامته وعزته. فلما يجي إنه أنت الأسرة الثانية اللي حصل من ابنهم الخطأ أو من واحد منهم الخطأ ده، الأسرة كلها جاية أو معترفة بحقك، واللي أنت عايزه
وسواء انت عايز حق، هو بنقول لك انه حقك ودمك عند فلان، انت الاسره دي قادمه كلها عشان تعتذر وعشان تقدم كفنها كمان، تقدم الكفن عشان خاطر ان تستوفي حقك، وانت حتاخذ حقك بالعرف اللي تعارفت عليه كل العرب منذ يعني من قبل الإسلام وتواتر بعد الإسلام، إنه هو يجي لك لحد عندك ومعتذرين. فالحمد لله إنه القلوب بتصفى وبتقبل، والناس في الأول والآخر هي كانت قبل أي نقطة دم كانت الناس بطبيعتها وبفطرتها متحابة ومتواصلة. ده الطبيعة، ده الفطرة المفروض. أيوة، فلما بيحصل نقطة الدم بتفرق الناس، ثم حين ما عادت بيكون عائدة بأثار إنه كل واحد كان متحمل تجاه الثاني، تلقي الناس ابتدت هدنت وأرواحها صفت، وتلقيه إنه هو شعر إنه في هم كبير تشال منه. مين يقدر يخرج إلى من الدنيا إلى الله وهو في رقبة ودم؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهدم البيت الحرام ويبنى 70 مرة أحب وأكرم عند الله من أن يراق دم، أيما يكون هذا الدم. الحالات دي بتقل ولا بتكتر؟ يعني الحالات الصقر، حالات الحمد لله في طريقها لأن هي تبقى أقل. الحمد لله، يعني نقول أكثر من 80% أكثر ويزيد الناس أصبح عندها استيفاء الحق بالعرف، شريعة مقبولة ومرضية، يعني إلا من غلبه شيطانه وكان بعيد عن دينه اللي احنا بنقول اللي هو ممكن الشيطان يغلبه إنه يخليه يقع في معصية الدم ويعمل جريمة ومهما تكاثرت الجرائم. يعني أحيانا إحنا بنتكلم بواقعية مع أصحاب الأمر، نقول لهم مهما تكاثرت الجرائم النهاردة حنصطلح، أنتوا مقتول من هنا واحد ومن هنا واحد، مقتول من هنا اثنين ومن هنا واحد، حنصطلح في واحد، بكرة حيتبقوا من هنا 5 وهنا 20 برضو حنيجي نصطلح. لأن لازم في النهاية لازم طيب ليه نصطلح وكم أسرة ترملت وكم صحيح. أسرة يعني تيتمت وكم أسرة لم تجد لها عائل وكم أسرة يعني غلبت عليها أحزان يعني لا تطوى وتتوارثها أجيال بأحزان لا تطوى. فالنهاردة فأصبح العقل اللي هو لغة يعني يقبلها الجميع، والمنطق لغة يقبلها الجميع، والدين لغة يعني تحتوي الجميع. التصوف أو الصوفية، هل ممكن شخص يبقى صوفي بطبيعته بس هو مش عارف إن هو كل اللي بيعمله حياته بكلامه بطريقته تتبع المنهج الصوفي؟ هو يعني ما هو التصوف، أنا بقول يعني ما فيهوش تقسيم. التصوف طبيعة وفطرة بشرية، أي إنسان سوي، أنا بقول أي إنسان سوي فطرته فطرة صوفية. إيه هو مش متشدد؟ أيوة هو تزكية النفس. التصوف حب لأخيك ما تحب لنفسك، ده دين، مش محتاج حاجة قالب معين نقول عليه. التصوف هو الصفاء مع نفسك فتصفو مع من حولك. التصوف هو التجرد إلى الله ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو المقسم لكل شيء، وأنك عندما ترتجي لا ترتجي غير الله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر شيء إلا من الله، وأنك جميع ما يحيط بك هو تجارتك مع الله. إذا التصوف هو منهج حياتي أكثر منه منهج ديني. أيوه، التصوف هو السلوك، هو المعاملات، يعني القرب من الله. عندما أنت تكوني صافية ومرتقية وأنت متصالحة مع نفسك ومع الآخرين، حتجدي نفسك دائما أنت بترتجي أوقات يعني تدفع بها البلاء عنك وعن كل ما يحيط بك بذكر ربنا بالاستغفار. هو كسرة استغفار، يعني هو نوافل، هو أنك كل ما تستشعري ان الشيطان اخذك لما اخذ
انت بترجعي الى الله. ودي فطره اي انسان سوي، كل ما يحس نفسه انه هو ممكن حيروح في سكه غير سويه هو عايز يعود الى الحق. بس الانسان السوي بيعود الى الحق، الانسان الغير سوي بيستمر بيكمل. بس عايزين من حضرتك دعوه اخيره، يعني تعيلنا كده دعوه حلوه وصلي يعزكم يا رب ندعي كده دعوه بس اللي هي الهدايه والراحه، وانه اهم دعوه انا بقول يعني انه ربنا يبعد عن عننا جميعا الاشرار من البني ادمين من الانس والجن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرضنا برضاه ويهيئنا بفضله ويجمعنا على خير ما عنده ويصرف عنا السوء واهله ويقربنا اليه بخير ما يورده علينا من موارد احسان في الدنيا نكن بها من المحسنين، ويهيئنا لخير ما يحب ويرضى، ويصرف عنا السوء واهله ويقرب لنا الخير واهله. اللهم هيئنا لما تحبه وترضاه، وارضنا بمرضاتك في الدنيا ويوم اللقاء، واحطنا بما يجعلنا اهلا لعبوديه كامله لا شائبه من شوائب النقص تعتريها طرفه عين، واحسن لنا بعين احسانك وخزنا اليك بعين كرامتك، واجعل قلوبنا منطويه في كهف محبتك، واصرف عنها كل ران واجعلها طاهره مطهره من الطغيان يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا عبيد إحسان توجهنا إليك بعين إحسانك، فخذنا بعين رحمتك إليك، واصرف عنا ما يحيط بنا، ولا تجعل لأحد سلطانا علينا، واجعل سلطان قدرتك متحققا في ذاتنا وزواتنا ما أبقيتنا، وهيئنا لما تحب وترضى، ويهيئك بكل خير، ويدم عليك الفضل، ويسبل عليك ستر ما تحبين في الدنيا والآخرة، آمين يا رب. ويعزك برضائه، ويجمعنا وإياكم وكل هذه الأمة على خير ما يحبه الله لها ويرضى، ويجعلنا في أمن وأمان. ونسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويجعلنا على خير ما يحب ويرضى. آمين آمين يا رب. أنا عايز أشكرك على الراحة النفسية والسلام النفسي اللي بيدخله وجود حضرتك معانا في الاستوديو، على دعواتك سواء دلوقتي أو دعواتك على مدار سنة ونص فاتت ليا يوميا تقريبا. بشكرك ألف شكر لحضرتك، كل خير ويديمك بفضل والله. سيد إدريس الشريف الإدريسي رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، نورتنا وشرفتنا، شكرا لحضرتك. يعزك وينوركم ويديمكم بكل خير.